بعد الجدل الذي أثاره في حفله الأخير بالساحل الشمالي بمصر، طلبت البرلمانية المصرية عبر الهواري لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان المصري باتخاذ إجراءات للحد مما يفعله الفنان محمد رمضان. وأشارت الهواري إلى أن الفنان الذي يجب أن يكون نموذجا وقدوة في أي عمل يقدمه، سواء كان تمثيلا أو غناء، وأن يكون لعمله قيمة على مستوى الشكل والمضمون. معلقة في تصريحات لموقع صدى البلد على الجدل الواسع الذي طرحه الحفل الأخير لمحمد رمضان في الساحل الشمالي، حينما ارتدى أزياء عارية وتضمنت كلمات أغانيه ألفاظا تنافي قيم ومبادئ المجتمع المصري على حد تعبيرها. وأضافت كذلك أن محمد رمضان عليه أن يبطل يغني ويترك التمثيل. كما طالبت لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان المصري باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لما يفعله رمضان، وطالبت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتدخل في هذا الشأن. وتساءلت: أنا لست لا أعرف لماذا نقابة الموسيقيين لم توقف محمد رمضان عن الغناء كما أوقفت الكثيرين خلال الفترة الماضية. وكان الحفل الأخير في الساحل الشمالي لمحمد رمضان قد أثار جدلا واسعا بين أوساط جمهوره ومتابعيه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.